كلام طنط رجاء وأنكل سمير أثر فيا قوي، وحسيت إن أنا لازم أثق في نفسي أكتر من كده، وقررت إني ما قيمش حد ولا خلي حد يقيمني. وكمان قررت إني ما اهتمش برأي علي فستاني الجديد، ولا أجرب إني أشوف إذا كان لسه بيغير عليا ولا لأ، ولا إذا كان شايفني أم أشرف خالص. على فكرة علي حبيبي، لولو، إيه رأيك في فستاني الجديد ده؟ لطيف. يعني أروح بيه الشغل بكرة؟ روحي. بس أنا حاسة إن هو محتاج يطول شوية. خلاص طولي، بس هو قصير كده أحلى. خلاص سيبي. طيب الديكولتي متهيألي مفتوح شوية. خلاص ده إيه؟ بس هو أحلى وموديله كده. خلاص افتحي. طيب الترتر، ها الترتر اللي على الوسط كتير شوية مش كده؟ خلاص اقفلي. هو ايه ده اللي اقفله؟ بقك يا حبيبتي، بقك يا انجي. خلاص اقفلي، اعملي في اللي انت عايزاه. خلاص خليني اركز بقى. يا سلام، ما تركز مع مراتك شوية يا علي. مش كده ايه؟ مش قلقان؟ مش قلقان انزل الشارع كده؟ لا مش قلقان، كل الستات بتخرج كده عادي. ما يخصكش، انما انا اخصك انت يا علي. ها مش انت كنت بتقول لي كده زمان؟ انت ما بقتش تغير عليا ولا ايه يا علي؟ افتكر كنت بتقول لي ايه. ده الترتر اللي على البادي بتاعك ده يتحط على بدله رقاصه مش على لبس واحده محترمه. قلت لك 100 مره انا ما بحبش الاسترتش ده، بيبين كل تفاصيلك. يا سلام، اشمعنى يعني الاسترتش ده؟ ما ده اللي كانت كاميليا لابسه زيه وما قلتلهاش عليه اي حاجه. بالعكس، ده انت قعدت تمدح فيها وفي شياكتها. اولا كاميليا ما تخصنيش، انت خطيبتي وانا بغير عليك. ثانيا كاميليا كانت لابسه تيشيرت فوق الاسترتش. تيشيرت يا هانم مش بادي. يوه، يا دي الذكريات، يا دي الذكريات يا حبيبتي. دول شويتين بيعملهم اي واحد على خطيبته اول ما بيتخطبوا، او على مراته اول ما بيتجوزوا، وخلصنا. احنا كبرنا على الحاجات دي خلاص يا انجي. يعني ايه خلاص؟ يعني انت ما بقتش تغير عليا؟ مش مساله غيره يا حبيبتي، انت دلوقتي ست متجوزه، باين عليك قوي انك ست متجوزه. اي حد هيشوفك في الشارع هيعرف انك ست متجوزه. يعني هيسيبوا البلاوي اللي في الشارع دول ويعكسوكي ليه يعني؟ يا سلام، يعني ايه الست المتجوزه دي؟ ايه جربه ما حدش يبص لها؟ مش النظريه. طب انا راضي ذمتك، من يوم ما اتجوزنا في مره حد عكسك؟ بلاش دي. حد بصلك ولو حتى بالغلط؟ بالغلط. بس مش هي دي النظريه. لا هي دي النظريه. بص يا انجي، الست قبل ما تتجوز بتبقى عامله زي التلفزيون الملون اللي معروض في محل اجهزه منزليه لزوم الإبهار والصورة. أول ما بتتجوز بيتقفل، أهو بيفضل تلفزيون بس مطفي. هقعد أتفرج على إيه أنا بقى؟ يعني أنا تلفزيون مطفي علي؟ ما بتشوفش فيا أي حاجة؟ لا يا حبيبتي، بشوف من وقت للتاني. يعني مثلا لما أحب أشوف فيلم عربي قديم، مسلسل كئيب، وأقفل تاني بعد كده. طب ايه رايك بقى يا علي؟ انا هقطع عليك الارسال خالص. لا هتشوف فيلم عربي قديم ولا مسلسل كئيب، مش هتشوف غير عالم الحيوان. هاو يلا. ولطف يا لطيف. يلا يا ولاد، يلا البص زمان وصل. يلا السندوتشات اهي، وعلى الله ترجع لي زي كل يوم. ايه ده ايه ده يا مامي؟ انت لفلنا السندوتشات في ورق جرايد واكياس نايلون؟ يا يا لا، ما اسمحلكيش. الجرايد دي عندنا مفيش اكتر منها. وبعدين يا حبايبي انتوا ما بتلحقوش تقروا المقاله بتاعتي كل يوم، انما كده في البريك تاكلي قطمه تقرا حته، تاكل قطمه وتقرا حته، ماشي؟ وبعدين تشوفوا صورتي كده في المقاله تتباهوا بيا قدام صحابكم. بتضايق ايه بس يا مامي؟ ده احنا هناكل طريقه على لفه السندوتشات قبل ما ناكلها اصلا. يعني ايه؟ مش فاهماك. يعني مش فاهماكوا انتوا الاثنين. ابوكوا وامكوا من اكبر الصحفيين في البلد يا حبايبي، انا عايزاكوا تتباهوا بينا كده. ايه يا مامي انت عايزه الناس تقول علينا بيئه؟ ما تحطي لنا سندوتشات في اللانش بوكس زي كل يوم وخلاص.
يا ربي يا ربي، هي الناس هتحكم على بعض حتى من لفة السندوتشات؟ هو اللانش بوكس ده هو اللي هيعملكم ولاد ناس؟ طبعا يا مامي، الناس دلوقتي بقت بتحكم على بعض من الساعات وماركة الموبايل والايفون والايباد. اي سي، مش وقت محاضرات دلوقتي يا حبيبتي، الباص هيفوتكم، نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. خلاص يا بنتي، امرنا لله، خلي العيال ياكلونا تريقة. لا بقول لك ايه، بطل اللي انت فيه ده، على طول طالع من هدومك كده. ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا ويلتاه، اللي انا شايفاه ده بقى، انا ادفع الشيء الفلاني علشان اجيب لك فانيلات داخليه عليها بادج المدرسه، وانت لابس لي تويتي؟ ليه كده يا قلب امك؟ صحابك يقولوا عليك انك اقل منهم، ما ينفعش. يا ماما تصدقتي، انا بقول لك كده بس عشان احمسك. احنا متفقين النهارده في كلاس ان احنا هنلبس فانيلات على شخصيات كرتونيه. يا سلام، يعني انتوا ما بتتريقوش على بعض لو واحد فيكم مش لابس فانيلا عليها بادج المدرسه؟ هو احنا تافهين الدرجه دي؟ لا مش تافهين. امشي يا واد، امشي يا واد من قدامي بدل ما اكسرك. على فكره يا مامي، في لانش بوكس عليها بادج المدرسه. يا واد امشي، جننتني. على فكره يا مامي، انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي يا قمر، انت وانا خلفت غيرك. مامي انت كل حاجه فيكي بقت قديمه دلوقتي قوي، مش مصدقه. امشي يا جزمه يا بنت الجزمه، امشي. خلف على اللي عايز يخلف. قديمة؟ البت بتقولي قديمة؟ يا حصلت؟ عيالي بقوا يقيموني؟ بس عيالي بيقولوا عليا قديمة، امال الناس هتقول عليا ايه بس يا رب؟